سامح النمر عضو مؤسسه ابو العينين الخيريه وعضو التحالف الوطني العام الاهلي التنموي. احنا النهارده بنشارك مع التحالف الوطني في مبادره جديده اطلقها التحالف عده ايام بعد اجتماعات مع المؤسسات والجمعيات المشاركه في التحالف. اطلقنا مبادره جديده اسمها خيرك سابق. المبادره دي هدفها اطعام 5 مليون مصري في خلال 2023. دي اكبر مبادره اطعام حصلت في مصر وهي الاولى من نوعها. احنا النهارده مؤسسه ابو العينين بتشارك مع التحالف. احنا النهارده لايف من داخل مطبخ المؤسسه. احنا اكتر من 40 سنه في العام الاهلي التنموي مؤسسه ابو العينين. من اول اطلاق المبادره احنا كنا اول المؤسسات اللي شاركت في المبادره. المبادره بتنطلق على ثلاث محاور. المحور الاول اللي هو كارت الخير، وده بيخلي المستفيد يقدر ان هو يستفيد بسلع مواد غذائيه من كارت الخير. المحور الثاني اللي هو توزيع كراتين سلع غذائيه على اهالينا داخل المنازل وطرق الابواب. المحور الثالث ان احنا الوجبات السخنه اللي احنا معاها النهارده دي وجبات بيتم اعدادها من قبليها بيوم كمان. الشيفات بيبقوا جاهزين وبيجهزوا قبليها بيوم وبيومين الوجبات دي عشان تطلع بالشكل اللي يليق بيها. ده الوجبات دي كمان معدة بسعرات غذائية معينة لأن احنا بنوزع على مرضى كمان، فمهم جدا ان احنا نوصل لهم وجبة متكاملة فيها فاكهة فيها رز فيها خضار فيها لحوم وبنسب معينة بعد طبعا استشارة من أخصائيين تغذية هم اللي بيقولوا لنا ايه الوجبة نعملها ازاي. وان شاء الله المبادرة دي احنا مكملين 2023. ده طبعا بدعم من الاستاذ محمد ابو العينين رئيس مجلس الاداره والاستاذ سماء ابو العينين نائب رئيس مجلس الاداره، وان احنا مكملين دايما مع التحالف ودايما في ظهر الحكومه المصريه لتخفيف الاعباء عن الاسر الاولى بالرعايه في ظل الازمه العالميه اللي بيمر بيها العالم كله. احنا ما شاء الله مؤسسه ابو العينين يمكن من اقدم المطابخ اللي موجوده في مصر. زي ما قلت لحضرتك قبل كده احنا اكتر من 40 سنه، وفعلا من اول يوم واحنا بنعمل الوجبات السخنه دي احنا المطبخ دلوقتي مستعد ان هو بيعمل اكتر من 5000 وجبه في اليوم، وده بنحققه في رمضان في شهر رمضان الكريم. بنعمل اكتر من 5000 وجبه بيتوزعوا خلال الافطار، وده كلها وجبات سخنه بيتم اعدادها كلها لحوم بلدي طازه. احنا بيتم الذبح والتسويه والتقطيع وكل حاجه بتتم داخل المؤسسه، مفيش اي حاجه من بره خالص. الخضار والرز والحاجات دي بيتم اعدادها ده برضو داخل المؤسسه. طبعا الشيفات بتوعنا بيسهروا وبيقعدوا وقت طويل جدا في اعداد الوجبات، وزي ما قلت لحضرتك كل حاجه جاهزه وطازه وكلها بيتم اشراف عليها كمان من المؤسسه بشكل دقيق جدا. احنا من اول المؤسسات اللي شاركت في بروتوكول توقيع التحالف. احنا من مارس الماضي 2022 مع التحالف الوطني، والتحالف الوطني احنا بنشكره ان هو قدر يوحد المؤسسات والجمعيات كلها، اكبر جمعيات في مصر. احنا دلوقتي وصلنا ل 30 مؤسسة وجمعية خيرية تعمل في مصر، دول من اكبر المؤسسات اللي موجودين في مصر. التحالف بنشكره ان هو قدر يوحد جهودنا كلنا وقدر ان احنا نقدم خدمات متكاملة للمستفيدين. احنا كنا ممكن قبل كده كل مؤسسة وكل جمعية بتشتغل منفردة في النطاق بتاعها في المشاريع اللي هي بتعملها. دلوقتي التحالف تحت مظلة التحالف احنا بقينا مشاركين كلنا مع بعض، وبقينا كلنا بنقدم خدمة متكاملة. كل واحد بيشوف ايه اللي يقدر يقدمه، وبحيث ان احنا ما نعملش الشغل مرتين او المستفيد ما ياخدش مرتين من مكان واحد، لا ده احنا بنقدم له خدمات اكتر. بدل ما كان بياخد خدمة واحدة من مؤسستين، لا دلوقتي بياخد الخدمتين متنوعتين برضه. طبعا 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 احنا بنقول لاهالينا ان احنا معاكم دايما وفي ظهركم، وان شاء الله الازمة هتعدي واحنا متواجدين على طول في ظهر المؤسسات المصرية وفي ظهر الحكومة المصرية. وان احنا بنقول لاهالينا اتفضلوا معانا ويشرفونا طبعا في اي وقت، والمطبخ جاهز لاي اعداد ان شاء الله.